الاهلي وبيراميدز بكره اكيد في لعيبه تؤثر هنا ولعيبه تؤثر هنا، مين بكره من وجهه نظرك اللعيب المؤثر مع نادي بيراميدز؟ لا هي فرقه، مين الفرقه؟ فرقه بيراميدز ايا كان مين اللي هيلعب هي فرقه طبعا، هيبقى في لعيبه مؤثره طبعا، عبد الله السعيد لعيب مؤثر، مين تاني؟ ابراهيم عادل لعيب مؤثر، رمضان صبحي لعيب مؤثر، بلاتي توري، وليد الكارتي. يعني تشكيل متوقع رايك في مين؟ ما اظنش هيبقى فيه تغييرات كتير سواء هنا او هنا. ممكن يلعب بنفس تشكيل مثلا الماتش اللي فات. اللي هو مين؟ يعني الشناوي هيبقى في حراسه المرمى. طبعا علي جبر مصاب للاسف مش هيبقى موجود. ففي ممكن احمد سامي، في اسامه جلال. ناحيه اليمين في احمد فتحي، في الشيبي ممكن، في محمد حمدي، في كريم حافظ. في نص الملعب برضو عنده بلاتي توري، وعنده وليد الكارتي، عنده هشام محمد. قدام في برضو مجموعه يعني اللي انا ذكرت اسمها، ابراهيم عادل، رمضان، عبد الله، فخري لقاي او فخري الدين يوسف. مين اللي لو فاق يغير المباراه؟ رمضان. رمضان. كابتن احمد. في بيراميدز ولا في الاهلي؟ يعني في بيراميدز. بيراميدز هو في عمودك لا هو في عمود طبعا من ضمن عمدت احمد الشناوي. الشناوي طبعا بنتكلم على تشكيله الاهلي لو بنتكلم عمود يعني من لا انا بتكلم على بيراميدز بالذات في نقطه معينه في عمود يعني دوت بنتكلم الاساس الموجود عبد الله السعيد، وعندك بلاد تري في نص الملعب دول حاجه ثانيه. بلاد تري ده يعني اكتر لعيب في فرقه بيراميدز بيعمل لهم اتزان، بيعمل لهم التوازن في نص الملعب. لعيب الناس ما بتحسش بيه بس هو بيجري بشكل كبير جدا، كميات كبيره، بيقطع الكوره بشكل كويس. عبد الله السعيد هو خطر. التالت بتاعه يعني ابراهيم عادل. انا شايف يعني الثلاثه دول لو فاقوا بيراميدز فاق هيبقى صعب. هيبقى فرقه في الاهلي. مين اللي لو فاق الاهلي فاق؟ الاهلي الفتره اللي فاتت الحمد لله، يعني الفتره اللي فاتت بكميه الجماهير كانت موجوده. الماتش الاخير ماتش الهلال اللعيبه الروح المعنويه بشكل مميز بشكل كبير جدا. في شايف كهربا الفتره دي مع اكتر فترات اللي انا مبسوط اللي هو موجود فيها وبيأدي اداء هايل مع النادي الاهلي. حسين الشحات برضك فرقت معاه بشكل كبير الفتره اللي فاتت. نتكلم على مروان عطيه ونشايفه من النجوم او المكاسب النادي الاهلي الفتره الاخيره، وتحسب طبعا لمارسيلو كولر اللي هو بكره يلعب نص ملعب اثنين ولا ثلاثه؟ انا شايف يا كابتن بكره لازم يلعب اثنين، لازم يلعب هيلعب السوليه. السوليه ومروان عطيه وقدامهم قفشه. قدامهم قفشه. انا شايف حضرتك لما كنت بتقول التشكيل بتبقى فيه شايف حاطط حمدي والسوليه هو الراجل وجهه نظره هو على طول بيعتمد على نمره واحد عنده في نص الملعب مروان عطيه. مروان عطيه. والناحيه الثانيه بيحط عمرو السوليه وهو شايف الحته ال10 دي ممكن يحط فيها قفشه بيشتغل فيها شكله كويس. هنشوف بكره مين اللي هيبتدي. كابتن احمد توقع واحنا توقعنا. نرجع لكم بعد الفصل.